أقول لإدارة الوداد؟ أنا أقول أولا أقول الكلام مهم جدا. أنت بتلعب فرقة بتشجعها زي ما قلت لك ملايين، يعني مش كل حاجة ببلاش هيكسب أو كل حاجة ببلاش هيبقى هيحقق لك المردود المطلوب. يعني أنت مهم جدا لما تشتري لعيبة تشتريها وانت عارف كويس قوي انها تمثل نادي بحجم زي الاهلي زي الترجي زي الوداد، مش كل حاجه هتبقى يعجبها ب 100 الف دولار ب 150 الف دولار فهتدي المطلوب. النهارده فرقه الانجي ده ب 2 مليون و800، لوكاس ريبيرو ده ب 2 مليون دولار، بيتا شولي ده ب 2 مليون دولار. النهارده في الجانب الاخر للوداد انت بتتكلم على ممكن صمب، ممكن انت شاري ب 200 الف دولار ولا 150 الف دولار. لما شرينا تلعب كل شيء فري، كل شيء فري. مش كده الجيب مهاجم سريع، مش مهاجم سريع صراحه. التحضير من انطباعك اللعيبه بتاخده من مسؤوليك، التحضير ما كانش سيء، كان سيء جدا جدا. يحيى جبران له دور كبير جدا في خساره الوداد النهارده بغيابه ده، يعني حاجات كثيره الصراحه كانت ممكن تاثر في اداء الفرقه احسن من كده بكتير. يعني عايز اقول للاهلي والترجي والوداد كلمه في ودنهم، سان داونز بقى خطر جدا. سان داونز خلاص شم ريحه البطوله، سان داونز شم ريحه البطولات، سان داونز عارف من اين تؤكل الكتف، عارف يعني ايه بطوله افريقيه، عارف يعني ايه انتصارات، عارف يعني ايه فرحه، عارف يعني ايه تدويك، عارف يعني ايه صوره، عارف يعني ايه لقطه، عارف يعني ايه ميداليات، عارف. وده خطر جدا على الاهلي والترجي والوداد.